السلام عليكم، مساكم الله بخير جميعا. حقيقة في حضور هذا الكم الهائل من الأدباء والأساتذة، واحد ما يعني جاي ببضاعة مزجاه. طبعا أول أشكر الأخ والأستاذ جعفر على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة لهذا المنتدى، وأشكر القائمين على هذا المنتدى كذلك، والأخ الأستاذ حبيبنا وتاج رؤوسنا الأستاذ محمد الشافعي على اتصاله ودعوتنا لهذه الندوة. الحقيقة الأخ محمد الشافعي أعطاني 5 دقائق، لعله أقول يمكن يبغيني أقرأ كم من بيت كمقدمة لرزخون الأستاذ محمد الحرز، ولا يدري أنه لعله أنا حتى مليلي صغير وإعلامي بعد ما أصلح. لكن بما أن احنا طبعا بما أنه الكروة تسوى العنوة، وأنا شايب في حضور شياب أستاذ جعفر الشايب وفي حصن حريز الأستاذ محمد الحرز، أتوكل على الله وأرضى بالمقسوم. مقسوم تعرفوا كم؟ 20 ريال. الحقيقة لو الواحد فتح جواله الآن، كلكم مغلقين جوالكم، بس بعد شوية تفتحوا جوالكم تلقى المئات لعله الخاصة المشتركين في أكثر من مجموعة والصبية، تلقى المئات من الرسائل المتراكمة. لكن لو سويت إحصاء بسيط، قليل منها لعله نسبة بسيطة، 1-2% أصلية كما يقول أهل الفن في الابتكار، إذا فكرة أصلية original idea، مقام اللصق والنسخ، اللي هو النسخ واللصق أو إعادة الإرسال، لا تبدو أنها شيء كبير. 2011 كانت أول ابتداء المجموعات الإيميلية، تذكرون يمكن، ولعله هذا أحد الكلمات المفتاحية لأحد المشاهد الثقافية. ثقافة هنا بمعناها الأعم من المتبادر للذهن، أنا بها الكلشر. أحد الأخوان أضافني، شفت يعني المساهمات المشاركات في هذه المجموعة الإمارية كما تفضلت، نسخ ولصق وإعادة إرسال، وكلها قليلة الفائدة. يعني لو نظرت إلى الفائدة المضافة أو القيمة المضافة الأدد فاليو حق هذه الرسائل لا تكاد تذكر، فقررت أما أن أسير مع القطيع أو أنهج أسلوبا آخر. فبما أنه عندي خبرة بحسب مجالي في البحث العلمي، وعندي اطلاع كاف على ما تورده المجلات العلمية والمؤتمرات العلمية من أبحاث لعله يوميا، فدخلنا لعله فرصة مواتية أن ألقي بدلوي في هذه المخمصة وأجرب نفسي، مع أني لا عندي لا تجربة سابقة في الترجمة ولا شيء، يعني كل تعليمي كان بالإنجليزي من المتوسطة إلى 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 المرحلة الجامعية. لكن الحمد لله ساعدني في أنه عندي إلمام ولو بسيط باللغة العربية. فقررت أنه أبتدي ترجمة المقالات العلمية أو الأبحاث العلمية ولو بنحو مختصر. طبعاً أهدافي منها هذه الأبحاث العلمية تمثل بالنسبة لي أو بالنسبة للكثير منها أفكار
قد تقدح أفكار في مجال آخر. هناك تأثير يسموه تأثير الطير يسموه هامينغ بيرغ إفكت، أو يسموه الطائر الطنان، تأثير الطائر الطنان، لعله تشوفه ويكيبيديا لكنه مو مترجم، وهي مسألة فكرة في مجال قد تقدح فكرة في مجال آخر. فتوكلت على الله، خلنا نأخذ هالتجربة. طبعا المادة العلمية هذه هم تنطوي على أفكار ونظريات وأبعاد فكرية قد يستعين بها القارئ لحل معضل أو مشكل قد تواجهه في مجاله العلمي. كذلك قد تكون هذه الأبحاث العلمية مفاتيح كلمات خاصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للتعرف على أنواع الأبحاث القائمين عليها، مراكزها، قد يستوردوا منها أفكار بحثية لدرجاتهم العلمية، قد تكون لهم مصدر دسم وثروة معرفية لأنواع المصادر التي قد يستخدمونها في أبحاثهم. بما أنه في 2011 كان البعثات الأجنبية كانت على قدم وساق، فقد يستفيد طلابنا، خاصة طلابنا في البعثات الخارجية، يستفيد من هذه الأبحاث لتغذي أبحاثهم. وطبعا هذا لعله من أحد الكلمات المفتاحية لمحاضرنا الليلة الأستاذ محمد، لعل هذه البعثات رسمت مشهدا ثقافيا بارزا في عصرنا الحاضر. الهدف الآخر أنه لإطلاع المجتمع على المسجلات العلمية في مجالات مختلفة من الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، خاصة احنا في ايام المعلم. وطبعا كافة العلوم تطرقنا لها بما فيها كل شيء ينتهي بالجي واي، اللي سايكولوجي، بيولوجي، اميولوجي، وهلم جرا. طبعا الفيزيكس، سايزميكس من اخ محمد الشافعي ما تطرقنا له، لكن الميكروبيوم، البكتوريوم، البتروميكس، البتريوميكس. طبعا المعايير اللي انا وضعتها في هذا البحث تكون دراسه اللي اترجمها حديثة النشر ومن مصدر موثوق، تتوفر فيها المادة التي يعني تتوخى منها الاستفادة للمجتمع، وتكون لغتها سهلة. مصادر الدراسة من كافة جماعات العالم بدون حدود وبدون خطوط حمراء، ابتداء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا حتى أصغر جامعة، حتى يعني الجامعات في نيوزيلندا وأستراليا وأوروبا وأمريكا. تسلم.